رحيم. السلام عليكم طلابتي الاعزاء، مثل ما عودناكم الدروس اللي وفرت اثارنا للتفوق الابديه، ان شاء الله رمضان كريم عليكم. ان شاء الله راح نكمل اليوم موضوعنا اللي بدينا بالمحاضره السابقه اللي هي الامراض الجهاز التنفسي. اليوم عندنا مرض جديد اللي هو ذات الرئه. خلينا نجي نتعرف على مرض ذات الرئه، شنو هذا المرض، شنو تعريفه، وشنو اللي مسبب المرض اليه، وشنو وش راح يعني اي جهاز يصيب. مرض هو مرض خطير تسببه نوع من انواع البكتيريا اللي هي تسمى نيمونيا سبيشيز. وهذا المرض اذا ساعدنا المسبب المرضي نوع من انواع البكتيريا، اللي هو هذا المسبب المرض. يؤدي شنو من يؤدي لنا هذا المرض؟ يؤدي الى التهاب الرئه، وعدم قدرتها على القيام بوظيفتها. اذا هذه النتائج اللي تظهر بعد ما يصاب الشخص بمرض ذات الرئه، انه يكون الشخص يؤدي الى التهاب الرئه وعدم قدره الرئه على القيام بوظيفته. هذا المرض كبقيه الامراض اللي شرحناها الى اعراض والى علاج والى وقايه. خلينا نشوف طرق الاعراض مالته شنو هي الاعراض مالته. خلينا نشوفها. هنا عندنا النقطه الاولى الاعراض اللي هو ارتفاع درجه حراره الجسم وصعوبه التنفس. هاي النقطه الاولى، اولا ارتفاع درجة الحرارة وحرارة الجسم وصعوبة التنفس. اثنين، شحوب وصداع شديد وضيق في التنفس وتعب شديد مع عدم القدرة على الحركة بسهولة وزيادة ضربات القلب. هاي كلها مؤشرات على انه هذا الشخص مصاب بمرض ذات الرئة. شحوب وصداع شديد وضيق في التنفس وتعب شديد مع عدم القدرة على الحركة بسهولة وزيادة ضربات القلب. ثلاثة، عندنا سعال مع قشع كثيف لونه مائل إلى الإصفرار. هذه الأعراض اللي ذكرناها الثلاثة هي مؤشرات على أنه هذا الشخص مصاب بمرض ذات الرئة. نجي إلى هسه بالنسبة للأعراض عرفناها. أريدكم تركزوني بالأعراض، تركزوني على هاي النقطة الثالثة. دائما ما تتكرر بالمزارع على شكل فراغات. مرض يطيق سعال شديد، السعال مع قشع كثيف ولونه كثيف، لونه مائل الى الاصفرار. وينطيك شنو المرض؟ من اعراض ينطيك العارض مال المرض ويقول لك شنو هذا المرض على شكل فراغ. قلنا من هو ذات المرض؟ ذات الرئه. عندنا هنا ايضا طرق العلاج. اولا طبعا هاي بكل الامراض انه اول شيء تسويه بالعلاج انه مراجعه الطبيب فورا وتناول المضادات الحيويه اللازمه تحت اشراف الطبيب. ودائما اركز لكم عليها انه لا تاخذ مضادات حيويه او انتي بايوتيك بكيفك، تروح للصيدليه وتاخذها بكيفك، لا، الا باشراف الطبيب حصرا. اثنين، ادخال المريض الى للمستشفى لتفادي تدهور قدرته على التنفس في بعض الحالات. هاي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه عندنا اعطاء المريض المواد المقشعه والسوائل وضروره استخدام المناديل الورقيه للبصار. هاي من الحالات اللي لازم ايضا نشدد عليها، انه اعطاء المريض المواد المقشعه والسوائل وضروره استخدام المناديل الورقيه. اربعه، عندنا اعطاء المريض الغذاء الغني بالفيتامينات والسعرات الحراريه اللازمه. هاي النقطه الرابعه. وعندنا النقطه الخامسه اللي هي وضع المريض في غرفه جيده التهويه دافئه وعدم تعريضه لاي تيار هواء بارد، لانه قلنا عندما يتعرض المريض لتيار بارد راح يؤدي الى زياده نوبات السعال عند هذا المريض، وبالتالي ربما انه تتازم حالته اكثر فاكثر. هاي بالنسبه الى طرق العلاج. عندنا طرق الوقايه عندنا خمسه طرق. اولا، الابتعاد عن الاشخاص المصابين. بصوره عامه بغالبيه الامراض الابتعاد عن الاشخاص المصابين افضل يكون. فتشوف
هاي النقطة دائما ما تتكرر، وخصوصا في الأمراض اللي ممكن انه تنتقل من شخص الى شخص اخر، الابتعاد عن الاشخاص المصابين وعدم استخدام حاجياتهم وادواتهم الشخصية، هاي النقطة الاولى. اثنين، مراجعة الطبيب عند الشعور باي الام او اعراض في الجهاز التنفسي، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ممارسة الرياضة والابتعاد عن مصادر التلوث والأماكن المغلقة، هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة عندنا عدم التدخين، حيث يعتبر التدخين آفة الجهاز التنفسي وأمراض القلب اللي من عندها ذات الرئة، مرض ذات الرئة. خمسة، عندنا ممارسة العادات الصحية الحميدة وعدم المصاف على الأرض واستخدام المناديل الورقية الشخصية لذلك. هاي بالنسبة إلى طرق الوقاية من مرض ذات الرئة. أخذنا بالبداية تعريف مرض ذات الرئة، وأخذنا أعراض هذا المرض، وأخذنا طرق العلاج مالته، وأخذنا خطوات الوقاية من هذا المرض. نجي إلى المرض الآخر اللي هو ذات الجلد. هذا المرض من نوع الأمراض اللي يكون مرض معدي، أي ينتقل من شخص إلى شخص آخر. مرض معدي نجي نتعرفه، مرض معدي تسببه نوع أنواع من البكتيريا، ينتشر عادة في فصل الشتاء، يصيب الغشاء. هذا إذا قلنا مسبب المرض مالته، نقول نوع تسببه أنواع من البكتيريا. بأي وقت ينتشر عادة في فصل الشتاء، يصيب أي جزء يصيبه، يصيب الغشاء المبطن للجوف الصدري، وهو مشابه لمرض التهاب الرئة. هذا بالنسبة إلى تعريف مرض ذات الجلد. خلينا نشوف الأعراض مالت هذا المرض. الأعراض مالته ارتفاع شديد في درجة الحرارة، هاي أول عارض. اثنين، ضعف عام وصداع مع دوار وفقدان الشهية، هاي العارض رقم اثنين. والعارض رقم ثلاثة اللي هو صعوبة في التنفس مع ألم في الصدر وسعال خفيف وجاف. هاي بالنسبة إلى الأعراض مال مرض ذات الجلد. نجي إلى طرق العلاج مالته. أولاً، مراجعة الطبيب فوراً وتناول العلاج اللازم. اثنين، التركيز على نقاوة الهواء والتأكيد على الغذاء الحيوي على الفيتامينات. وثلاثة، عندنا تناول السوائل اللي بكثرة ومنها العصائر المختلفة. ليش تناول السوائل والعصائر المختلفة؟ حتى تعوض عن ما يفقد الجسم من سوائل نتيجة التعرق اللي يصير. هاي بالنسبة إلى طرق العلاج. عندنا طرق الوقاية النقطة الأولى، الابتعاد عن الأشخاص المصابين، لأن مثل ما ذكرنا إنه هو مرض معدي، وبالتالي الملامسة والمخالطة مع الأشخاص المصابين قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص الأصحاء. قلنا بالمصابين بالمرض وعدم استعمال حاجياتهم، أيضا استعمال حاجيات الأشخاص المصابين ممكن أنه يكون سبب في انتقال العدوى للأشخاص الأصحاء. اثنين، عدم التدخين، وخاصة عدم استعمال الشيشة أو بين قوسين الأرجيلة التي تعد من الأسباب الرئيسية في انتقال الكثير من الأمراض. هاي النقطة الثانية. عندنا النقطة الثالثة، يقول ممارسة الرياضة والابتعاد عن الغازات المنبعثة من السيارات والمولدات والأماكن المكتظة. هاي بالنسبة إلى طرق الوقاية. عندنا بالنسبة إلى المرض ذات الجلد. أخذنا تعريفه، وأخذنا الأعراض، وأخذنا طرق العلاج، وأخذنا خطوات الوقاية من هذا المرض. نجي إلى مرض آخر اللي هو سرطان الرئة. هذا السرطان المرض من أخطر الأمراض اللي موجودة بالجهاز التنفسي. ليش؟ لأنه هذا المرض يكون خطير وقاتل في نفس الوقت، ونسبة الشفاء مالته جدا جدا قليلة، نسبة الشفاء منه.
خلينا نجي نعرف نشوف شنو تعريف هذا المرض او نعرفه احنا، ويقول هو مرض خطير وقاتل، نسبة الشفاء منه قليلة الا اذا تم اكتشافه بصورة مبكرة. ينتج المرض بسبب خلل في عمل الخلايا ولاسباب عديدة. عندنا مجموعة هاي بالنسبة الى انه نسبة الشفاء منه قليلة قلنا الا اذا تم اكتشافه بصورة مبكرة. ينتج المرض بسبب هذا قال لك ما هو المسبب المرضي لسرطان الرئة، يقول بسبب خلل في عمل الخلايا ولأسباب عديدة. هاي الأسباب خلينا نشوف شنو هي الأسباب اللي تؤدي إلى حصول مرض السرطان الرئة. من هذه الأسباب طبعا هي كثيرة جدا الأسباب اللي من خلالها تم الإصابة بسرطان الرئة. منعتها من ضمن هاي الأسباب هي المواد المسرطنة الموجودة في الهواء والتدخين واستنشاق المواد المخدرة، استنشاق الغازات المنبعثة من عمارك السيارات والمولدات الكهربائية، مداخل المصانع والمعامل وحرق النفايات المنزلية بين الدور السكنية، وحرق قطارات السيارات والمواد البلاستيكية التي ينتج عنها مواد كيميائية متطايرة في الهواء. هاي بالنسبة إلى بعض المسببات اللي تسبب الإصابة بمرض سرطان الرئة. عندنا أيضا من المسببات المرضية اللي هي المواد المشعة وأيضا الإجهاد الشديد في العمل. الإجهاد الشديد في العمل في الأماكن المزدحمة قليلة التهوية وأيضا وعمال مقالع الجص والإسمنت وعمال المناجم وغيرها وأيضا يلعب هنا نقطة لابد الإشارة إليها، هو الاستعداد الوراثي يلعب دورا هاما في إصابة بسرطان الرئة. يعني العامل الوراثي له دور كلش كبير في الاستعداد، يعني الاستعداد الوراثي قلنا له دور كلش كبير بالإصابة بسرطان الرئة. عندنا الأعراض من أعراض هذا المرض، أولا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليلا مع التعرق، اثنين صعوبة في التنفس مع سعال جاف في المراحل الأولى، انتبه عليه في المراحل الأولى تكون صعوبة في التنفس ومع سعال جاف في المراحل الأولى. اثنين فقدان الشهية وعدم القدرة على العمل وبذل مجهود بدني كبير مثل صعود السلالم وغيرها. وفي المراحل التالية شوف احنا هنا قلنا سعال جاف لكن في المراحل الأولى، لكن في المراحل التالية أو اللاحقة هناك اعتلال عام بالجسم وسعال ما قد يكون مصحوبا بالدم. هاي بالنسبة إلى المراحل التالية من الإصابة بسرطان الرئة. عندنا طرق العلاج قلنا مراجعة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات اللازمة، فكلما كان الكشف عن المرض مبكر كانت هناك فرصة للنجاة منها. هاي بالنسبة إلى يعني كل ما اكتشفنا المرض بصورة مبكرة كل ما كانت الفرصة أكبر للنجاة من هذا المرض، لأن مثل ما قلنا فرصة البقاء على قيد الحياة أو النجاة من هذا المرض قليلة جدا. فكل ما كان اكتشاف المرض يعني مبكرا كل ما ازدادت فرصة النجاة. هاي بالنسبة عندنا النقطة الثالثة التداخل الجراحي لإزالة الجزء المصاب. قد يضطر بعض الأحيان إلى التداخل الجراحي عند تفاقم الإصابة بهذا المرض لاستئصال أو لإزالة الجزء المصاب من الرئة. هاي طرق العلاج اللي أخذناها. عندنا أيضاً طرق الوقاية من هذا المرض، أولاً الابتعاد عن الملوثات المختلفة في الهواء الجوي قدر الإمكان وعدم حرق النفايات المنزلية والبلاستيكية قرب المنازل. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية عدم التدخين، إذ وجد أن أكثر المصابين هم من المدخنين، فالنيكوتين والقطران المادة السوداء الموجودة في السجائر وهي من أهم مسبب لهذا المرض. عندنا ثلاثة ممارسة الشخص للرياضة، طبعا دائما لاحظ هذا هاي واحدة من طرق الوقاية اللي هي ممارسة
الرياضة، في أغلب الأمراض اللي تصيب الجهاز التنفسي تنذكر هاي النقطة أنه ممارسة الشخص للرياضة المناسبة لعمره بصورة منتظمة. فالمشي يعد إحدى أبسط الرياضات وأهمها التي يمارسها الإنسان، وهي لا تكلف أي مبلغ أو جهد كبير. هاي بالنسبة إلى النقطة الثالثة. عندنا النقطة الرابعة الابتعاد عن تعاطي أي مواد مخدرة أو كحول، فهي من المواد التي تخفض مناعة الجسم وتجعله عرضة للإصابة بجميع الأمراض ومنها سرطان السرطان الرئوي. طبعا مثل ما ذكرت لكم أنا بداية دروسنا قلت لكم الابتعاد عن المواد المخدرة والكحول، هذا اللي هو سبب من أسباب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، لكن من أهم أسباب سرطان الرئة اللي هو مثل ما ذكرنا لكم أنه مرض قاتل وخطير، أنه لازم إحنا نبتعد عن تعاطي هذه المواد المخدرة والكحول. خمسة، عندنا التمسك بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على الابتعاد عن المعاصي وعن جميع العادات السيئة التي تضر بالإنسان، ومنها التدخين وتناول الكحول والمخدرات وجميع المعاصي التي أمر الباري عز وجل عبده بالابتعاد عنها. هاي بالنسبة كل ما يخص سرطان الرئة، وأخذنا المسببات إليه وأخذنا أعراضه وأخذنا العلاج وأخذنا طرق الوقاية من هذا المرض القاتل والخطير كما أسلمنا. بالنسبة إلى النقطة المرض السابع اللي هو منهجنا اللي هو الربو، يعد هذا المرض من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي للإنسان مسببا له الضيق في التنفس والشعور بالاختناق وأيضا عدم القدرة على التنفس والحركة والسير، وبعض الأحيان يؤدي إلى السقوط على الأرض. هذا من الأمراض طبعا الشائعة اللي موجودة يعني مجتمعنا متوفرة بكثرة أو منتشرة بكثرة هذا المرض. أيضا له عدة أعراض وطرق العلاج مالته، هسه راح ناخذها. عندنا أولا الأعراض مالته أو صعوبة شديدة في التنفس، واثنين سعال جاف ومتكرر والرغبة في التقيؤ والألم في الصدر، وأربعة عدم المقدرة على الحركة والسير. هاي بالنسبة إلى أعراض هذا المرض. أما طرق العلاج من هذا المرض، أولا مثل ما ذكرت لكم مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم، واثنين استخدام البخاخ الموسع للقصبات الهوائية، وثلاثة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغبرة، لأنه قلنا من أحد أهم الأسباب هو الغبار الموجود في الجو والأماكن المزدحمة اللي سبب لنا هذا المرض. عندنا أيضا تعريف آخر اللي هو غرفة الإنعاش. شنو هي غرفة الإنعاش؟ دائما ما نتكرر هذا التعريف بالوزاري. غرفة الإنعاش هي غرفة في المستشفى تتوفر فيها جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة لإنقاذ حياة المريض في الحالات الخطرة جدا، مثل الحوادث والعجز في القلب وأمراض الرئة وغيرها، وتكون تحت المراقبة المستمرة من الطبيب. هاي بالنسبة إلى تعريف غرفة الإنعاش. ايضا عندنا مصطلح اخر اللي هو التنفس الاصطناعي. شنو نقصد بالتنفس الاصطناعي؟ خلينا نشوف شنو هي. حاله يتم اللجوء اليها لانقاذ حياه الشخص المصاب او المريض عند عدم مقدرته على التنفس بصوره طبيعيه، مثل من شو وقت ما يقدر يتنفس الشخص، عندما مثل بعض الحالات اللي تتكرر عندنا مثل الغرق او الصعب بالتيار الكهربائي ويتم انقاذه عن طريق قبلة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله.